السلام عليكم ورحمة الله. راني جعلتكم فيديو حي على أنواع المكابح في الجروف. ما شاء الله فيها أربع مكابح، مكبح تاع الرجل، ومكبح تاع الزر، ومكبح تاع المانيطا، ومكبح ما بين الزر والمانيط. فيها أربع أنواع المكابح. ثم تستطيع أن تجعل مكبح المانيطا عندما تضغط عليها تنفتح، مثل ما جعلتكم لكم فيديو حي إن شاء الله راكم تفرجتوا فيه. راني بحثت لكم هنا عن أشياء كثيرة، وتقريبا وجدت الأشياء التي جعلتها كلها جعلتها في لي فيديو، كلها تقريبا جعلتها في لي فيديو. لم أجد أي شيء لم أجعل هذا، كذلك جعلتكم لها فيديوهات. أعطونا دعاء الخير برك، راني جعلتكم كل لي فيديو. هذا نتاع مستوى الماء ومستوى الزيت كذلك جعلتكم لها فيديوهات. تاع البطاريات هذه هنا راه يقول لك غير فلتر تاع الزيت، وهنا فلتر تاع الهواء. دائما هذا درجه الحراره تاع الهيدروليك، وهذه تاع الهواء في الهواء في الوقود. ديسبيراسيون دي اير، هذه راه نورمال مختصه بضغط الهواء، ضغط الزيت، ضغط الزيت في المحرك. هذا عندما يكون المحرك شغال تاع دوره المحرك، هاي مثل هذه تزيد لها في دوره المحرك او تزيد في دوره المحرك. تذكرت راني من حين لاخر اخطا، اسمحوا لي. الرافعه اللي كنت اعمل فيها ما فيهاش هذا البرنامج، هذا تاع الريغلاج اكتيال، هذا تاع تحديد المسافات راه ما فيهاش، وما عملتش به انا الحقيقه، لم اعمل به، عملت فيه في التضانو فقط، وتقريب كاع الاحوال لم اعمل به. تقريب نحن لا نعمل به، نادر ما اعمل به انا في التضانو. وهذه راه ما لم تحلني فرصه لاقود هذه الرافعه اللي فيها كيف هنا كيف تبرمج وكيف. المهم راني جعلتكم كم من فيديو على هذا، راني بحثت على الاشياء المفيده هنا، تقريب وجدت نفسي جعلت لكم كل الفيديوهات. انتم ما عليكم سوى ان تفرجوا وتاخذوا الفائده. راني والله هذا الفيديو اللي راني انشرهم راه مفيدين جدا 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 لدرجه انك لا تصدق. مثال نعطيكم هذه الرافعه الجروف، فيها نقطتين النقاط التي تجدهم في الاي كاي اس لم ترهم في الفيديو، او لم يقل لك احد. والله احلفك بالله لو كنت تقود الرافعه 20 سنه لا تحرك، او تبقى معها يوم او نصف يوم كي تعرف لها. لماذا؟ عندما ترى الفيديو انت تضغط على الزر هنا، الزر هنا تاتيك سهله. اعرف انا قائد رافعه يقود في رافعه 80 طن عبر الهاتف، علمته عبر الهاتف، يقول لي هو في نفسه يقول لي جاء اكثر من اربعه قائد رافعه ولم يحركها هذيك الرافعه. قرب مثال نقول لك انت تذهب تجعل ترب اختبار في رافعة لكي تبدأ تعمل، يقول لك تعرف الجروف، تقول له أجل أعرفه منه، تبدأ تتكلم. عندما تصعد تظن نفسك مثل الإبر، عندما تصعد لا تعرف تعمل بها. لكن عندما ترى الفيديوهات إن شاء الله راك تستفيد. احنا رانا طلبناش منكم حاجة، طلبنا قضاء الخير لأبي رحمه الله ولي فقط، هذا ما طلبت منكم. وإن شاء الله راه سهلة ما تأتيكم الصعبة. هنا هم يقول لك علي لاكس، هادو تجعلهم في مثل ما أريتكم في 350 طن. أنا دايما كيولي عندي وقت فراغ، هذه راها مختصة بديك لاكوموند تاع الجروف، راها إن كانت خارجة قليلا فقط لا تستيقظ. راني قلت لكم عليها فيديو، درت لكم عليها فيديو. هي ستوب إرجونس، ستوب إرجونس اللي كانت مضغوطة. هذه تاع الأرجل من الأحسن أنك عندما تتغير من مكان إلى مكان كذلك تجعلهم، وتجعلهم في مكانهم، لأنك تجعل كارثة لنفسك. راني جعلت كم من فيديو ليس كارثة، لكن تسقط لك في الأرض ومهمة باش تعملها صعبة جدا باش تعاود ترجعها كما كان. هذا الفيديو كاع جعلتكم لهم الفيديو. هاي هذه راه يقول لك على اليمين اليسار، هذه لا كوموند اللي تكلمتكم عليها، فيها تلسكوب تنجم تدخلوه لكن لا تستطيع أن تبرمجه وتخرجوه. راني ابحث لكم هنا، راه الوزن المضاد كم فيها وزن المضاد. هذه 110، تبدا ب 2.5، تبدا بصفر قبل،
ومن بعد 2.5 و2.5 ومن بعد 5 5 5 5 و2.5. هذه 2.5 والواحد لاصقين مع بعض، وهذه 2.5 و2.5 كذلك لاصقين مع بعض، معناتها 5 لاصقه مع بعض و5 لاصقه مع بعض، وهنا تاع جانب 5 و5. فكل ما تجعل حجره تسجلها في الـ في الـ في جهازك. هاهم هنا تبدا بهذه، هذه الطاوله هي الاولى، الطاوله الاولى ثم يدخل فيها هذا، يدخلوا فيها. بعد تبقى واحده هذيك اللي تاتي في الاخير هي اللي تلصقوا فيها الجوانب. هاي وين هذه، هذه اللي تلصقوا فيها تاع الجوانب تاع هذه، يلصقوا فيها من هنا. هاي وين نوريك كيفاه تنزلها. ومرام كان قائد رفع راه يجعل من اجلها تربص، وهذا التربص يروه كيف يصعد الوزن المضاد وينزل الوزن المضاد، يجعل له اختبار. تقريبا كاع الرافعات الكبار فيهم هذه الطاوله الاولى وفيها انابيب، هذه زوج انابيب يبدا تبدا تدخل فيهم الوزن المضاد. يوجد من فيها تديرها بزر فقط، ويوجد مثل 350 طن فما فوق